لك شغل هون؟ جيت بدون موعد، لا تؤاخذني. قتلني ما بيهمني إذا قتلتني، بس كلهم رح يسمعوا صوت رصاص وتخلي الرجال يهرب من هون. مراد على مدار، لا تروح لجلاديو من بين ايديك. الخيار لك، بتقوص اللي حاطط سلاحه براس الزلمه وراح يقتله، ولا بتقوصني لي. اثنينكم سوا. بدي نظف كل يلي خدموا الجلاديو، انتو مثل بعض. بالنسبة لإلي انتو اثنين اوغاد وكل همكم تخريب البلد. انا بحياتي كلها ما خدمت حدا غير الدولة، شو ذنبي اذا هن الجلاديو سيطروا على الدولة؟ انا بنظف الناس اللي مثلك من جوات الدولة، والباقي تنظيفه سهل. وجاية تقلي نتوحد؟ جواد، مين طلب منك تقتل البروفيسور؟ سيدي، ما في وضع يسمح لي اتلبك البروفيسور هون. هذا اسكندر الكبير ومراد هجموا علي مع بعضهم. أنا عم راقب كل شيء كان عم يصير هنيك، شايف اسكندر وشايف مراد، ولك أنا بخلصك من هنيك. بس أنت مثل الأهبل بتروح تقتل الزلم اللي كان لازم تجيبه لهون؟ Thank you.
أنا حطيتك عن جواد وأنت عم تشتغل مع مراد يا عماد؟ معلم أنا وقعت بكمين. سكوت يا عماد سكوت. جواد قدر يكشفني وهلأ صار لازم تاخذني لعندك معلم. ما عماد أنا كم مرة قلت لك ما بتصير رجال؟ قلت لك بحياتك ما راح تصير رجالي. ندخل معركة ندخلها سوا. شو لزوم هدول الكلبشات؟ أخي منيح اللي نفدنا بحياتنا، أنت عم تعلق لي على الكلبشات؟ صرنا نطالب باستندارات عبد الحي. نحن ما بدنا معاملة خاصة. لوين رايحين؟ نحن سألنا لوين رايحين أخي؟ ما عم تسمع؟ هذا مو محل اسكندر عبد الحي. ماتي شو علاقة اسكندر بالمستشارية؟ نحن شو علاقتنا بالمستشارية؟ Thank you.
سيدي وصلوا جماعة ميماتي. السيد المستشار رح يقابلكم. مين المستشار؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. شباب شكرا لكم، فيكن تروحوا. عفوا سيدي، وجود الزملاء ضمن المستشارية هو بشكل مؤقت، عملنا المراسلات اللازمة. عدم المؤاخذة، بس نحن مو عملاء ومو ناويين نكون. أنا ما عم بعرض عليكم تكونوا عملاء، أنا عم بطلق سراحكم، ومراد بالطريق جاي لهون. تفضلوا تفضلوا. لك شو القصة عبد الحي؟ الدولة أحياناً بتطالع الموقوفين أو المحكومين لتنفيذ عملياتها الخاصة والسرية كتير، ويمكن على هالأساس بدون يطلقوا سراحنا. معناتها ليش نمنع على الفاضي كل هالشهور يا عبد الحي؟ مو كان في عمليات برا تنعمل؟ ما كان في مستشار يوقع القرار ميماتي. نحن رح ندخل المناقصة عن طريق جواد أقارسو. أنا بعرف أهمية جواد بالنسبة لكم وبالنسبة لإسرائيل، بس حسب الظروف الحالية هون جواد فوت من إيده فرصة الفوتة بهي المناقصة. لسه ما راحت الفرصة. وبأي طريقة رح ناخد هي المناقصة، ورح يكون معنا جواد بشكل أكيد. أنا كمان بحب جواد مو أقل منكم، بتمنى تكون الفرصة لسه ما راحت عليكم وتاخدوا هاي المناقصة. الدولة التركية حالياً عم تحاول تنتج تكنولوجيا خاصة فيها، وعم تدعم المهندسين كتير بهذا المجال، ولحتى نضمن انه يضل جواد على قيد الحياة لتاريخ المناقصة لازم يضل برات البلد مشان نقدر نضمن حياته. انا رح اقنع جواد من كل بد انه يروح معي. معناها ما في مشكلة؟ تتذكر كيف هددتني يا مراد؟ تتذكر منيح كيف عملت حالك قبضاي علي؟ زمن البطولات والمراجل انتهى هلأ، بالزمانات ساويت مثلك وأكتر كمان، بس اطلعت ولقيت انه الميداليات اللي أعطوني إياها بلا طعمة، فقتلتن وعلقتلن إياها واحد واحد، وبقيان بس وحدة، ميدالية الخدمات الرفيعة، ورح علق لك إياها إلك. إذا كنت بتفهم يا اسكندر تقتلني هلأ، وإلا أنا اللي بدي علق لك ميدالية ما تنساها بحياتك كلها. طع
طبعا 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 حبيبي طبعا. معلم إن شاء الله عندك أخبار منيحة. للأسف ما في. جواد قتل البروفيسور وهرب. بلغوني الشباب قال أطلقوا عليكم صاروخ، ما هيك؟ مبروك منصبك الجديد وبشكرك على دعمك لإلنا. بالعكس أنا اللي بشكرك على دعمك. عنا توجيهات صريحة من رئيس الحكومة حاول تقديم كل الدعم لأي موضوع. شكراً له. يلي بدي إياه منكم ما تتدخلوا بشغلة جواد لبين ما خلص أنا شغلي، وما تتدخلوا بشغلة البروفيسور كمان. على رأسي. حكيت بالهاتف مع البروفيسور نور الدين، بكرة عند الظهر رح يكون باسطنبول. أنا أعطيت تعليمات مشان حمايته، بس ميماتي بيحمي البروفيسور نور الدين. طيب قلي، ما بدك تحكي لي شو قصد القضية؟ رئيس الحكومة مو قوصوه من شان مناقصة الدفاع؟ مو بس من شانها، بس هي في إلها دور. لحتى تسيطر على دولة بكفي تسيطر على شغلتين فيها، الأولى الإعلام والثانية المصاري. وين بتنصرف المصاري أكتر شيء؟ عالسلاح. في فريق من 5 أشخاص وراء عملية اغتيال رئيس الحكومة، 4 منهم ماتوا وواحد لسه عايش. ويا ترى الخامس ما قوسوا له هلا منشان ما تنكشف عملية الاغتيال؟ ميت ولا عايش لازم نوصل له لحتى نعرف مين اللي وراه. اسمحوا لنا، نحن رح نبحث بشكل موسع بهالشغلة. يلي ورا العملية ومين ما كان يكون، أنا بوعدك رح طالعه قدام المحكمة. لبين ما تنظف المؤسسة تماماً وتساويها معك منكون نحن عم نخلص هاي الشغلة. جواد بده يهرب عن طريق البحر أو عن طريق الجو، ولحتى نعرف من وين بده يطلع لازم نعمل جهدنا ونكون حريصين. منعرف. طلع شي من الصور؟ لسه ما اجانا خبر. البير متصاوب وبخطر. شو منعمل؟ عارف مين مكلف البير بالشغلة وتابعها معهم. أنا متأكد إنه الشخص الخامس رح يطلع من الصور وبتشوفه. من شان ننظف المؤسسة لازم نضغط على اسكندر. الجماعة محوا اسم اسكندر من دفترهم، وقد ما بتقدروا اضغطوا عليه. معلم، بروفيسور ما بروفيسور، هدول عقولهم غير، كيف بدي اتفاهم معه؟ ميماتي، المهم يبقى البروفيسور عايش، وإذا لزم لا تتفاهم معه. المهم عايش، وأنا رح أمسك جواد. معلم، إذا بتريد إلي عندك طلب، دخيلك لا تقتل الزلمة فوراً. خلينا نرمي حطبتين بناره. Thank you.
ممكن نحكي شوي؟ هلا مالي خلق احكي. شو يعني مالك خلق تحكي؟ انت ما عم تفهمي عربي؟ ليكني عم قلك اياها بالانجليزي. شات اب. وانت شلون عم تحكي معي هيك؟ شات اب. عم قلك مو جاي على بالي احكي. انت ما بتفهمي يعني؟ اسكندر انت مجبور تحكي لي شو اللي صار معك. مجبور؟ انا حتى تحت التعذيب ما حسيت بحالي اني مجبور وما بحكي. انت بدك تخليني احكي؟ اذا انت عم تقارني مع التعذيب ما عندي شيء لك يا بطل. ما حسنت تقتل ابي. سألتك ليش؟ قلت لي بدي اقتل اللي وراه. واضح انك ما حسنت. ايه مرة تانية لا توعدني بشي ما بتحسن عليه. ومين حضرتك يا ستي لحتى اوعدك بشي؟ مين في قدامك؟ ما عم تشوفي؟ أنا مو أبوكي لحتى أتحمل دلالك علي، فهمتي؟ انت منيح؟ شو دخلك انت؟ الحق علي عم بسألك. منيح؟ ليش لحتى ما اكون منيح؟ النسوان التنتين بحياتي انت وانجي عم تعملوا كل شي بايدكن لحتى ما اطلع منيح. بس شكارة فيكن انا كتير منيح. انت كيفك؟ انت كمان منيحة مثلي؟ بهالعصفورية ممكن يكون الواحد منيح؟ منيح منيح. ثلاثة آلاف ومئتين وخمسين. ثلاثة آلاف ومئتين. هاي أرقام السنة الأخيرة كلها هون. تركيبك. وإذا بتحب تشوف تفاصيل هاي الأرقام، النفقات الجارية. عطيني ملف النفقات الجارية يا حسني. تركي بيك. بقي ملف النفقات الجارية بالشوال، بروح بجيبه وبرجع فورا. ولك يا حسني، حكينا ألف مرة. قلت لك رح أطلب منك بالجلسة ملف النفقات الجارية. كيف بتعمل هيك؟ يلي عمله حسني كتير منيح. بتشكرك كتير معلم. أنا تعبان، عم يستنوني بالبيت. مرة تانية بنحكي بالتفصيل. بس مو لازم انقل الصلاحيات بسرعة؟ إمتى بنحكي؟ بعدين. إمتى بعدين بالضبط؟ بكرة. حسني، سمعت السيد مراد؟ يا حسني، بكرة عنا جلسة. أي ملفات رح تلزمنا؟ منرد بنراجع الموضوع معلم. منراجعه حسني، منراجعه. معلم، المستشار الجديد حط الكل بقائمته. لك حتى حكمة المجنون أطلق سراحه. ليش أنا ما حطني؟ ما فهمت. معقول لأني ما بفيد بشي؟ وليش لحتى ما تفيد بشي يا عمران؟ انت بقائمتي، لسه بدك تدخل بقائمة تانية؟ معلم، بكرة بدهم يركبوا لي ايد. بعد ما يركبوا لي اياها بيطلعوني من هون؟ لو تحكي لنا مع المستشار. تكرم يا عمران، تكرم. حبيبي ابني، انتو كيف بدكن ترعوا الولد؟ ما بتعرفوا تغيروا له ولا بتعرفوا وقت بيجوع. كل هالشي بيعرفه كاظم. منين بيعرف كاظم؟ ليش كاظم ربى ولد؟ بيعرف استندرات امي.
علموها الشغلات بأوروبا، لكن بكم دقيقة بيسخن الحليب وكيف بيحطوا له الحفوضة بيعرفهم كلهم. ابني انت اللي طلبت نلم اغراض علي ميماتي لتاخدوا على البيت مو هيك؟ اللي شو دخل كاظم بتسخين الحليب؟ شو قيمتها اذا انت ما عملتها؟ مؤقتا بابا عمر، مؤقتا لبين ما نلاقي له ام حنون. بدك تتجوز؟ ليش بتحرف الموضوع؟ وليش لا اتجوز؟ نحن بدنا نلاقي له مربية. ميماتي حلو كتير انك تحب تربي ابنك، بس هاي مو شغلة سهلة، انت منتبه ما هيك؟ انا ما بعرف شو بدي ساوي. تعرف شغلتنا ووقعتنا وقومتنا، كيف بدنا نشتغل وهو معنا؟ بزمان وسألوا عالم، قلنا مين كان سبب كل هالمعرفة عندك؟ فجاوبن العالم قط. قط؟ ايه قط. قالوا له شلون القط علمك كل هالشي؟ حكالن العالم، قال القط لحق فارة وراحت الفارة تخبت بفجوة، قام القط قعد قدام الفجوة حط عينه عليها بدون ما يكل أو يمل بصبر وتحمل كبير. بعد فترة قالت الفارة لحالها يمكن القط راح من قدام الفجوة ومطت حالها لبرا، قام القط اصطادها. بعد ما شفت هالمنظر صرت أصبر على كل شي بعمله، ولما أصبر عليه انجح. ايه نقعد مثل القط ونستنى الفارة؟ هذا صبر؟ هذا مو صبر يا ابني، الصبر انك ما تتحرك من محلك، التحمل والتصميم. اذا الانسان حب ينجح بشغله لازم يحدد شو بده ويعرفها منيح، وبعدها لازم يشتغل بصبر وثبات، ما ييأس من كل الصعوبات، لازم تكون سبب ليصمد اكثر ويشتغل اكثر من هيك بكتير، لانه العزيمه والصبر بيأدوا لنتيجه. مثل ما بيقولوا الاولين، إذا الطريق اللي بتمشي فيه ما فيه صعوبات وعسرات، عرف إنه هالطريق ما بيوديك على محل. لما الطفل بيعذبك بدك تحمد ربك يا ابني ميماتي، لازم تلجأ لربك وقت بينفذ صبرك منك. الصبر مفتاح الفرج والله مفرج الهموم. بدك تصير مثل القط يا كاظم، بدك تطلع على الولد بدون ما يعرف رمشك، بدك تثبت مثل ما القط ناطر الفارة، انت بدك تنطر علي ميماتي. نسيني سويليم جانم افندي، نسيني سويليم جانم افندي، غير düzen tutmaz dilimiz bizi، dilimiz bizi. هات اخي ارزو بسرعة يا زلمة، معلش نفوت اثنيناتنا ببطاقة. ما بيصير ما بيصير. شو هالبطاقات كيكو؟ الرئيس بده هيك طلب رئيس شامو، شلون صار بده رئيس ولا؟ عيد امرك. وجدان كسلمش قلوبوز بيزي العهنة. اللي وينه بده؟ الرئيس بده ليكو قاعد جوا. شو جنيت؟ انو رئيس هاد؟ ناس كلها مجانين. ودو انت صار لعقلك شي؟ تعال معلم. تخليد ذكرى الرئيس مورو رح تكون اول مهمة إنا هون. ها والتانية شو؟ هات المصاري لهون. هات التانية هي ما في داعي نقعد هون عم يستنونا.
وده قلي هلا كيف انا بحسن اطلع بوش امه للرئيس المرحوم مورو واخته واهله وقرايبينه وكل رفقاته؟ ليش عم تطلع فيه هيك؟ انا عن جد انسان حساس وكتير عاطفي. تعال انا بدبر لك اياها، انت امشي معي. سكر عيلة الرئيس مورو محل كويس. لسه ما شفت شي، تعال هلا اشوف جنب مين رح سكنك. تعال. خسارة البروفيسور كبيرة كتير وما بتتعوض ابدا. انت عن جد متوقع انهم ينجحوا بشغلة الدفاع الجوي؟ مراد يمكن أول محاولة بيساووها ما رح تكون بدون عيب، بس بتقدر تقلي عن منتج واحد بدون عيب ومن أول مرة؟ بالنتيجة اللي عم يعملوا شغلة بالعالم بشر ونحن بشر. مرة تانية رح يختاروا الطريق السهل مشان يطلعوا من الأزمة العالمية، تجارة السلاح، ولهيك بيلزمون حرب. ومرة تانية بدهم يغرقوا العالم بالدم، ولهالسبب لازم تكون صناعتنا الدفاعية الوطنية قوية نفسيا البنية التحتية. معك حق، بس هذا الموضوع ما بيستحق ينكتب عنه كل يوم. يلا بدكم تسمحوا لي بقى، تصبحوا على خير. وانت بخير. تصبحي على خير بنتي. وانت بخير. امك عم تحط شي بأكل ابوكي؟ مثل شو؟ يعني شي بيغير البني ادم. ابوكي متغير كتير، يعني افكاره متغيرة. يا ترى قبل متغير ولا انت؟ انا ما تغيرت. ها، يعني انت ما في شي بيقدر يغيرك. انا ما قلت هيك، انا واحد غير حتى وشه. وقلبك؟ قلب الانسان ما بيتغير، بيكبر. يعني قصدك في محل الكل بقلبك. اكبر من هيك يا حسرتي؟ ليك وسعان فيه 70 مليون، هذا غير البلقان والقوقاز والشرق الأوسط، صاروا 300 مليون، وفون انت كمان، يعني يا دوب. الإنسان بيقدر يعمل هيك مع اللي بيحبهم؟ ليش نحن منعبر للكل عن الحب بنفس الشكل؟ أنا عندي شكل واحد. خبرونا انه طيارتك جاهزة. معلم هلأ وصل الخبر، جواد رح يطير.
ما حدا رح يطيره غيرنا يا عبد الحي. سيد مراد، ملف النفقات الجارية اللي ما قدرنا نقدمه مبارح جبنا لك يا. طيب سيد تركي، مو هلأ بعدين؟ إذا مو هلأ لكن إمتى؟ أنا لازم أشرح لك هالشي، ما عم أحسن أتنفس، ما عم أحسن نام بالليل. سيد تركي، هلأ أرجع على شغلك ولا عاد تعمل هيك غلطة. من هون وهيك ما رح يكون في أي غلط بمشفانا، بأكد لك هالشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كش، بسم الله الرحمن الرحيم. شو عم تعمل يا حسني؟ عم بتمسخر على الشيطان تركي بيك، بصفر له بيجي بعدها بتعوز وبسمل بيتقلع. لك شو انت مجنون ولا؟ والله غالبا لازم ارجع للدواء تبعي يا تركي بيك. عبد الحي، لا تخلي حدا يبين حتى جواد ما ينتبه، راح كون لحالي. ماشي معلم. يا بنت لا تعملي هيك، شو ما في عندك رحمة انتي؟ شامو؟ شوفي وليه؟ كيف انت بتعمل امسية لذكرى واحد المنظمة اعلنته خاين؟ الشباب حبوا يعملوا امسية بذكرى رئيسهم، بقول لهم لا يعني. وين رحت بالمصاري شامو؟ وده ودو مو هون؟ خلص شريك، رح احكي مع المعلم بس تنحل هالمشاكل. ليش في مشكلة بتنحل بتركيا بتخلص مشاكلها؟ اذا انا بستنى تركيا بخلص وبدوب. انت لا تضايق حالك، المعلم بيحكي مع الختيارية تبعك وبيقابلوك. شريك؟ انت حضنت الولد وعم بتهزلي. بترك الولد وبحضنك إلك؟ إذا قلنا خلاص افهمها. إذا الختيارية ما قابلوك لليوم معناتها حتى ما يكشفوك. بعتنا خبر ألف مرة. لا يا شريك لا، أكيد هدول محوني. 35 سنة شطبوها بجرة ألم. لو شاطبينك هلأ ما بتكون معنا، اصحى لحالك. ما هيك بابا؟ كاظم تعال هون. معلم لسه ما صار وقته. شو عم نربي روبوت؟ هذا ولد بيعرف الوقت؟ خود ابني خود، هات لشوف. شريك حلوة منك تمسك هالببروني. شريك انت ما تربيت يتيم، ما بتعرف هذا الشعور. بدك تكون مع الولد مثل القط الناطر الفارة، ما بدها تغمض لك عين.
ما بتتركه ولا دقيقة. معلم، المعلم مراد. نعم معلم، خير. انت لساتك بالبيت ميماتي؟ معلم طالعين بعد شوي، لسه ساعة لحتى يصل البروفيسور. لك ساعة شو؟ طيارة الزلمة نزلت ميماتي؟ دقيقتين منكون بالمطار معلم، قبل ما يستلم الاستاذ شنطته نحن بنستلمه. خود شريك لبين ما نرجع. علي ميماتي بأمانتك. لك أنا شو فهمني بترباية الأولاد؟ بدك تكون مثل القط شريك، لا تنسى قط. أنا بدي روح على العزب الأول بقول لهم البقية بحياتكم، مسكينة عايشة والأولاد تعبانين كتير. ماشي، أنا بتصل بعدين نلتقي. صف على اليمين. حضرتك الأستاذ نور الدين؟ إيه أنا. أنت بتعرفني؟ بعرفك. يلا على سيارتنا من هون، وهيك وين ما رحت بتروح معي. أنت شو لك شغل معي؟ أنا شو بده يكون إلي شغل معك؟ البلد إله شغل معك، مستقبل أولادنا بين إيديك وحياتك بين إيدينا، عم تفهم؟ بدنا ناخدك على محل آمن، ولبين ما يهدى الجو رح تبقى هنيك. بس أنا عندي مشوار ضروري. خلينا نتجاوز هالشغلات. لازم روح على العزا، أنا وعدت أولاد الأستاذ المرحوم، قلت لهم رح أجي. يلا بتروح بعدين. أنا مو رايح. أستاذ، أستاذ كاظم، طلع أنت سوق. أنت استنى هون أستاذ، العزا خمس دقائق بس، بما أنك وعدت الأولاد، هدول أيتام، لازم توفي بالوعد، وبعدين هنيك بنطلع، ماشي؟ إي ماشي. يلا مماتي، يلا مماتي. معلم الأستاذ معنا، لا تشغل بالك. ماشي. ما في خبر من هالسافر؟ راح يجي مماتي، ناطره. ماشي معلم. روح على اليسار، امشي دغري.
نلغي الطيارة آغا؟ لا تستنى. اليوم عزانا الوحيد لحتى نتحمل ألمنا وجود أولاد أخونا وأختنا إنن رح يكبروا ويكملوا مشوار أبوهن يلي بلشوا. هذا دين برقبتهم. أما بالنسبة لقضية القبض على المجرمين، دين برقبة الدولة، دين برقبتنا بوعدكم. عظيم، انت ودي التاكسي وجيب سيارتنا. حاضر معلم. مين في جوا؟ سيادة المستشار وصال. عمو نور الدين. سيدي، لسه ما طلع أمر محكمة بخصوص تفتيش بيت اسكندر الكبير. خلينا نحن ندخل، الأمر بيطلع بعدين. طيارة عم تستنى، إذا ما وافقت أنا رح أركب وروح. تعال نتحرك سوا، أنا عم بعرض عليك هالعرض كواحد متأكد إنه ما رح يخسر شيء أبداً. بقدر أحمل حالي وروح من هون، وبقدر أعيش من المصاري وانبسط أحلى بسط. بس عم أقول لحالي نحن مع بعض هون بنقدر نغير اتجاه كل شيء. إسرائيل وراي وهن بيدعموني حتى بتغيير النظام، فيهم بعد نقطة معينة يقنعوا الأمريكان مشاني. بدك يعني اشتغل مع الأمريكان؟ بدون ما يكون ورانا دعم إعلامي ما بتزبط هاي الشغلة. إذا رضوان كاشكار والألمان دعمونا منيح راح كون بهاي الشغلة، وإذا ما دعمونا تركب طيارتك وبتروح. اتفقنا؟ إذا أنت كنت معي ولا ما كنت أنا رح أستمر بكفاحي وما برجع عن طريقي لحتى موت. القرار إلك. هذا رضوان قديش فينا نوثق فيه؟ بوثق فيه على قد ما بوثق فيك. بعد أنت ما بتوثق فيني، وكمان قد ما بيوثق فينا رضوان أنا وياك. مو الحب اللي بيجمعنا يا جواد، المصلحة. ليك إذا هذا رضوان حاول يلعب أنا بركب طيارتي وبروح. شو يعني أول مرة بدك تطير فيها يا أخي؟ قديشك بتحب الطيران وعم تحلب فيه كمان؟ We'll be right back.
اجى المغني ابو الشوارب مره تانية. شو عم تساوي انت؟ رايحه؟ فندق اذا ببقى فتره لحالي بيكون احسن، ولا بدنا نضل نتخانق؟ ما بحب هاي الشغلات ابدا. انت هلا رايحه، بس نحن اكيد رح نقتل بعضنا. بخاطرك. بدنا نفتش البيت باسم مستشارية الأمن القومي. الو معلم، الطيارة عم تستنى، الظاهر ما ألغى سفره. معناتها وين الزلمة عبد الحي؟ معلم عم ندور بالكاميرات، وطمن بس أعرف شي دغري بتصل فيه. بقول لك انه انا في عندي وثائق بتخليني ادفن داود ومع المينو تبع الجلاديو بسابع ارض اذا بدي، بدون ما حدا يتصرف. شو رايك؟ انت معنا ولا لا؟ هذا قرار ما بينعطى بسرعه. قرار لازم ينعطى بسرعه. انت ما اجيت لعندي وقلت لي انا معك؟ قلت. وهلا انا بقول لك، اذا انت جدي ورجينا. اذا الالمان بيكونوا معنا نحن منقدر نغير النظام كله. اذا انتو بتقدروا تقنعوني ساعتها راح تشوفوا قديش انا جدي. وشو بتريد حتى تقتنع؟ طالما السيد داوود تتر أغلو معارض، شغلتنا صعبة. شو بدنا نعرض الشراكة على داوود تتر أغلو كمان؟ لا، بدنا نصفيه وقتها بيقوى وضعي ولكل حادث حديث. إذا الأساتذة الأتراك رح ينفذوا مشروعهم هاد، ما بيبقى واحد اسمه داوود تتر أغلو، لأنه الدولة وكل الحكومة التركية ما بتعطي هالشغلة لداوود تتر أغلو، وهيك بيبقى القسم الأكبر من مصاري المناقصات الدفاعية بتركيا. أنا هلأ عم جمع دراسات الأساتذة كلهم، إذا كمشت آخر بروفيسور بينتهي تتر أغلو من جهة، ونحن رح نستلم حكم تركيا من جهة تانية.
هالحالة شو بيطلع علي أنا جاهز. إيه معناتها مشي الحال. جواد أنت روح جيب البروفيسور، لروح أنا بنفسي جيب لورانس الجلاديو جديد. منروح خطوة خطوة سيد كبير. بالأول البروفيسور وبعده داود. بعدها بتصير عنا الأرضية اللازمة والمناسبة ليجي يتفق معنا لورانس. أي اتفاق عم تحكي؟ إذا نحن أخذنا راسه معلمينه لحالهم بدهم يجوا يتفقوا معنا. بصراحة أنا بأيد جواد، حتى نكون واثقين من شغلنا منمشي خطوة خطوة. سيد كبير، أنت بتعمل محاولة مشان تقتل الزلمة، وإذا فشلت منتصفى كلنا، وإذا مشينا من تحت لفوق منخفف الخطر. أنا كل ما كرهت الديمقراطية بتجي بالطب علي. 2-1 مثل ما بتكون. أنت لهلأ قاعد يا جواد، كنت عم تقول خطوة خطوة. إيه خلينا نستعجل شوي بخطواتنا. روح أنت هلأ خد البروفيسور. سلامة عمركم. الله يسلمك استاذ. ها ما بين قاعد كتير بالتعزية، منروح وبعدين منرجع. ماشي منروح. يلا ابني قمنا بجوا. بلا ما يروح عم نور الدين. ماني رايح يا ابني، انا هون. رح نايمه واجي. ماشي. اخي لو سمحت وين المغاسل؟ تفضل على اليمين. زيارتك المفاجئة حلوة كتير يا سيد كاشكار. بشكرك من كل قلبي لأنك قبلت مقابلتي. الحقيقة من زمان وأنا حابب التقي فيك، بس بسبب كثافة شغلي ما لقيت فرصة مناسبة. بصراحة أنا كنت مفكرك نسيتني. رضوان أنت بتعرفني من سنين. بعمرك شفت حدا نسيناه وضل عايش؟ معناتها ليش بتشتغلوا مع داود مو معي؟ داود وشركته صاروا خارج العصر. بعرف الخدمات اللي قدمها وبعرف صفحته انطوت. أنا هذا اللي توقعته منكم السنة الماضية، واستنيت حتى تشطبوا داود من سجلاتكم وتختاروني أنا، بس بصراحة تفاجأت. رضوان أكثر طبع بكرهه فيك هو قلة صبرك. ماني قليل صبر، بس بعرف اني رح كون ناجح اكثر معكم. تعرف مين اجا لعندي اليوم؟ اسكندر اجا. ليش اسكندر عم يحاول يتقرب منك؟ فكرت انه اذا بقي حر بيصير اكثر خطورة، قمت دعيته. هو قبل دعوتي فورا واجا لعندي وجاب معه جواد اقارسه. جواد بهالساعة لازم يكون موجود بالطيارة. جواد بيعرف انه راح يكون ولا شيء برات البلد، ما حب يروح. جواد واسكندر الكبير عرضوا علي انه نشتغل انا وياهن سوا ضدك، وبالمقابل وعدني جواد يجيب لي البروفيسور نور الدين اصلان اوغلو هدية.
بتشكرك كتير على هديتك يا رضوان. صدقني ما رح انسى لك هالشغلة أبدا. جواد ما بيعرف إنه عم يلعب بالنار، بس أنا بعرف منيح كيف أحرقه للغشيم. ألو معلم جواد، هلأ لقطته كاميرات المراقبة. وين؟ فحصت المحل ووصلت لنتيجة غريبة. المحل اللي بيّن فيه قريب كتير من بيت البروفيسور المقتول. شو عم يعمل هنيك؟ ما بعرف معلم. طيب بأي جهة راح؟ لسه ما وصلت لنتيجة، بس قدرنا نحدد نوع سيارته ورقم اللوحة بشكل دقيق، وخبرنا كل النقاط. ماشي عبد الحي، ما بدنا نروح الزلمة من إيدنا، خلينا نلاقيه. ميماتي وينك؟ بالمغاسل معلم. أنت ببيت البروفيسور؟ إيه معلم، بس هلأ رح نطلع. لوين بدكم تروحوا؟ عبيت البروفيسور. ليش انتو ببيت اي بروفيسور ميماتي؟ اصر البروفيسور الا بده يروح يعزم علام. ميماتي طلعوا بسرعة من هنيك، جواد موجود عندكن. ماشي معلم. عطوا خبر للاستاذ، لازم نطلع. الاستاذ نور الدين برا عم يحكي على التليفون. وين راح الاستاذ؟ من شوي ركب السيارة وراح من هون. معلم راح الاستاذ. امشي كاظم بسرعة. حاضر معلم. يلا استاذ، اذا انت بتقعد عائل رح تعيش، وبتعيش غني كتير كمان. اما اذا ما قعدت بعمل فيك مثل ما عملت بالتانيين. عم تفهم شو عم قول؟ معلم لقينا الزلمة. حاليا متجه من دودولو لجوزبا. عبد الحي، ميماتي هلأ ملاحقه، اتصل فيه وبلغه بمحله بالضبط. منحاصره اثنيناتنا من الطرفين. اي ماشي معلم.
اسمع، اللي باعني منكم ما رح انسى له اياها ابدا. رح احرقه، رح احرقكم اثنيناتكم. ولك انت واحد مجنون، اتركك هلا من قصص الحرق وانقوص حالك فورا. انا بظن انه هذا المريض النفسي ميماتي، ما رح يتركك بدون ما يحرقك. البروفيسور بسيارتك؟ ايه. ازدته من السيارة فورا، غير هيك ما بتقدر توقف ميماتي. اخ انضرب الدولاب تبعنا. معي كاظم، ما حرقنا الرشاق يا حوحدو. آغا لازم نغير الدولاب. ميماتي، عليك البروفيسور وعلي جواد. Thank you.
لك انت شو سويت هيك؟ وقف وين رايك؟